حسيني كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإبا. سفير الحسين كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإبا. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. وكنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك أحدى النساء. وكنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك أحدى النساء. فنال خلودا بطول الزمان كسبع الضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فنال خلودا بطول الزمان كسبعين ضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فأنت السفير وهذه القبا مزاع وفيها يجاب قصور الطيوان لها واضمحلت عوالي البناء. فأنت السفير وهذه القبا مزار وفيها يجاب الدعاء. وهدت خضوع القصور الطيوان لها واضمحلت عوالي البناء. بآل محمد عرف اليقين، بآل محمد عرف اليقين، وفي أبياتهم نزل الأمين. ولا سيما أبيهم ذو المعالي علي التبر والدر الثمين، ولا سيما أبيهم ذو المعالي علي التبر والدر الثمين. ففي الهيجاء خواض المنايا ويوم السلم عد مستكين. هما الأمراء على كل البرايا بأمر الله والحصن الحصين. لهم خلق الإله الخلق حتى عليهم أنزل الذكر المبين. وهم باب النجاة لكل عامر
وعقدة حبهم حسبي ودين. هم السر الخفي بلا خفاء ووجه الحق والبلد الأمين. توسل آدم فنجا ونوح، كذاك الطهر اليعقوب الحزين. توسل آدم فنجا ونوح، كذاك الطهر يعقوب الحزين. تضمن حبهم جنات عدن وقد فاز المضمن والضمين. أعد نظرا فما في الكون منهم وما قد كان منهم أو يكون. هم العلل التي لا ريب فيها وكنز العرش والسر المصون. وكنز العرش والسر المصون. ما زلت في وجع القصيدة تنمو كخارطة جديدة. ما زلت في وجع القصيدة تنمو كخارطة جديدة. ورؤاك تشعلنا قوافي مثل ورثتك الفريد. تخضر في المعنى نبوءة شاعر قطع وريد. ونراك ضوءا فيك تكتحل المجرات البعيدة. يا مسلم للدين يومك عزمة أحيت وجود. يا مسلم عزمة أحيت وجودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم واستجاب الله دعواتكم وختم الله لنا هذا الشهر المبارك بالخير والبركة والمغفرة والرحمة. أيام معدودة إن شاء الله، ونختم هذا الشهر الفضيل إن شاء الله يكون خاتمة خير وبركة ومغفرة ورحمة للجميع. نحن معكم من جديد وبرنامج يا سفير الحسين من مسجد الكوفة المعظم من جوار مرقد مولاي وسيدي مسلم بن عقيل باب الحواجر الله صلوات الله وسلامه عليه. أرقام الهواتف ستظهر أمامكم أسفل الشاشة، بالإمكان الاتصال والتواصل معنا وأداء الزيارة والدعاء. نعم، عندنا اتصال أول. سلام عليكم. أم عماد، سلام عليكم يا سفير الحسين. نعم، انقطع الاتصال. نعم نعم أحبائي الكرام، أرقام الهواتف المثبتة أسفل الشاشة هي أرقام هواتف الخاصة بالبرنامج، بإمكان الاتصال وطرح وقراءة الزيارة والدعاء من سيدي ومولاي مسلم بن عقيل باب الحواجر الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليالي المباركة. إن شاء الله تكون الدعوات مستجابة. أم إحسان من بابل، سلام عليكم. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أم حسان تسمعيني؟ السلام عليك يا سيدي ويا مولاي. أم حسان؟ السلام عليك يا مصر ابن أخي. السلام عليك يا سفير الحسين. سفير الحسين، السلام عليك يا مصر ابن أخي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي. السلام على سيد مولاي هاني بن عروة. السلام على المختار الثقف. السلام على ميثم التمار. السلام على علي وقابل ومنحسن والحسين والتسعة المعصوم من ذرية الحسين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بجهالة شهر الأرض إن شاء الله يساعد كل مريض. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شيعة أمير المؤمنين. اللهم ربي جاه هذه الأيام إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية. يطول عمرك، يحفظكم، يحفظ الجميع. إن شاء الله في دار الإمام، إن شاء الله يحفظ حوائجكم. قدام الحسين ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه. طول عمرك يا والله ان شاء الله مبارك، ان شاء الله مقدم عن عيد مبارك ان شاء الله عجلكم على امه محمد. يمن علينا بالخير والبركه، ايام سعيده ومباركه ان شاء الله. ان شاء الله خير وبركه. فرح وسرور للجميع، الله يحفظكم يسلمكم يرحم والديكم. يحفظ حمائلكم ويحفظ اولادكم. يسلمكم اولادكم الصحه والعافيه للجميع، شيعة امير المؤمنين. يا سفير الحسين يا مسلم من عقيده بحمد. سلام الله على السفير الحسين. الصحة والعافية. والنعم من أهل البيت. نعم إن شاء الله دعواتكم مستجابة. الله يحفظكم ويرعاكم. الأخت منار من واصل، سلام عليكم يا سفير الحسين. أخت منار تسمعيني؟ أخت منار تسمعيني؟ الصوت مو واضح، الاتصال مو واضح. إذا أمكن الأخت منار من واسط تعاود الاتصال بنا إن شاء الله، ونسأل الباري عز وجل أن يستجيب دعوات الجميع، وبالنتيجة إن شاء الله الأخوة والأخوات اللي يتواصلون ويانا ويتصلون بنا أسماءهم مدونة، نزور بالنيابة عنهم، ندعو لهم بالخير والبركة وقضاء الحوائج، حوائج الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وإحنا بجوار مسلم العقيل باب الحوائج لله سبحانه وتعالى، وهذه الليالي مباركة، ليالي شهر رمضان العظيمة، والأيادي مرفوعة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا إن شاء الله الدعوات مستجابة بإذن الله. أخت آية من الدجيل، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم ابن عقيل سيد يا مولاي. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك سيد يا مولاي يا سفير الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. السلام عليك يا ناصر الحسين. السلام عليك يا أول شهيد في معركة الطاف. السلام عليك سيدي يا مولاي يا باب الحوائج. السلام على غريب الكوفة. السلام على سيدي يا مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام على مسلم بن عقيل. السلام على ميثم التمار. السلام على هان بن عروة. السلام على المختار الثقفي. السلام على أبا حميدة. السلام على ولديك أحمد وإبراهيم. سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا مسلم ابن عقيل يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. السلام على محراب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قطيع الكفين أبي الفضل عباس. السلام على حامل لواء الحسين. السلام على عقيلة الطالبيين الحمراء زينب. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم اقضي حاجة كل محتاج. آمين. أستاذ نسألك الدعاء والزيارة. الله يقضي حوائجكم. وارد السجدة اسم الطفل عبد الله
للشفاء من مرض السكر، والطفل عباس بن كاظم، والطفل حسن بن محمد، وان شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم. الله يقضي حوائجكم ان شاء الله ويشافي مرضاكم. شكرا لما تقدمون لنا من هذه البرنامج، ولا تنسون من الدعاء السيد يا مولاي باب الحوائج سفير الحسين، عنده حاجه ان شاء الله تستمر جاهزتي الحسين والسلام العقيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظ حوائجكم. أبو عباس من آمر لي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام. صوتك ما يسمع للغلسين. صوتك واضح أبو عباس، تفضل. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم العقيد، السلام عليك يا خالي بن عروة، السلام عليك يا ميتم السمار، السلام عليك يا خليلة بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا فضل عباس الجزائر الحوراء حقيلة. إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهنا عند الله، اشفع لنا عند الله بحق يا مسلم العقل يا الله، بحق يا مسلم العقل اللهم عافي وسلم كل مريض بحق مسلم العقل يا الله. يا رب العالمين. اللهم احفظ حجنا الشعبي والقوات الأمنية والجنوات القتال، اللهم احفظهم وانصرهم سدد بحق مسلم العقل يا الله. استمع لنا نسجل اسماء طلب حاجة من عندنا. الله يخلي حوائجكم جميعا ان شاء الله بخدمتكم. الله يخليك. سجل اسم والدي ووالدتي واخواني واخواتي واولادي وسعداء شعبي من المؤمنين، وبالذات اخي المرحوم سيد ابو احمد، وبالحفظ على الله عظمه السيد علي الحسين الثاني. احنا نتابع قناه الساغر المخرج. الله يحفظكم ويتقبل اعمالكم. العتبه المقدس عليه السلام. حياك الله ابو عباس. السلام عليك يا ابو حميده. حياك الله. الله يتقبل اعمالكم ويستجيب دعواتكم ان شاء الله بحق هذا الشهر المبارك وهذه الليالي المباركه. ام ميثم من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا ابو حميده. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك يا أول شهيد في معركة الطف. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا من في مسجد الكوفة. السلام على مسجد الكوفة وكل من دخله. السلام على هاني بن عروة. السلام على المختار الثقفي. السلام على محراب أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. السلام عليكم يا سادتي وموالي. يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج، بالله وبيك يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم شافي جميع المرضى واحنا منهم. آمين يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين واحنا منهم. الله يوفقك يما نسألك بالزيارة والدعاء. الله يوفقك. الله يتقبل أعمالكم. الله يسلمك. وعندنا حاجة يا سيدي مولاي مسلم شافي مرضاكم. إن شاء الله يقضيها بإذن الله تعالى. بالتحميد وسجل اسمان أبو ميثم وولدي أم أمل وولدي رحم الله والديك والدة المرحومة أم محمد. الله يوفقك يوفقكم على هاي الخدمة إن شاء الله. لا يحرمكم من هاي الخدمة. وأنا آمين بركة دعواتكم. الله يحفظكم سلمكم المبارك. الله يرزقنا في الدنيا زيارته وبالآخرة شفاعته. اللهم لا يحرمنا بقية محمد والدي. الله لا يحرمنا ولا يحرمكم إن شاء الله بخدمته. خدمة أهل البيت سلام الله عليه. بحق فاطمة الزهراء إن شاء الله. الله يسلمكم يحفظكم. الله يحفظكم ميثم يسلمكم في أمان الله وحفظه. مشوقي من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك وعلى أمير المؤمنين أبو الحسن علي. السلام عليك وعلى الحسن والحسين. سلام السلام عليك يا أبا حميدة. السلام عليك وعلى بنتك حميدة. يا سيدي يا مولاي شاف وعاف كل مريض شافينا وطينا الصحة شفاء عند الله سبحانه وتعالى وباب الحوائج. يا قاضي الحاجات يا سيدي يا مولاي إن شاء الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم بحق محمد وآل محمد. حاجات المؤمنين شيعة أمير المؤمنين يقضي حوائج الجميع. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى ميتم التمار. السلام عليك وعلى هاني بن عروة. السلام عليك وعلى المختار الثقفي.
السلام عليك يا أبا حميدة، وأزور صالتا عني وعن والدي والد والدي عن صاحب العصر والزمان، وأهديها للسيد عادل السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي ولبناتي ولأخواتي ولقناتكم الموقرة. وما ناسيتكم، الله يسلمكم، الله يحفظكم، والله ما ناسيتكم بالدعاء، جزاكم الله خير، الله يجازيكم بالخير، احنا ان شاء الله ما ننساكم بالزياره ودعاء. لا تنسانا، لا تنسانا ان شاء الله، ركعتين صلاه ودعاء، دعاء عندي خدمتكم، خدمه بالنيابه عن الجميع ان شاء الله. مريضه يا خالاري، الله يشافيكم، الله يشافيكم خويا، الله يسلمكم، حق محمد وال محمد يا الله، وعندي اسماء اريدك تسجلهم، سجلهم بالشفاء، وام جاسم بالشفاء، وام خالد، وام علاء، ومفتار، وهند بنت محمد، هاي بنية شابة اريدك تدعيلها. الله يخلي حوائجكم جميعا، شافي مرضاكم، يرحم موتاكم، خدمتكم، الله يحفظكم، يسلمكم، خدمتكم، خدمتكم، الله يسلمكم، شكر لله سبحانه وتعالى، شكر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، أيضا الدعاء للأخت زهراء من بابل، تواصلت ويا الأخوة بالكنترول، إن شاء الله نأدي زيارة بالنيابة عنها وندعي لها إن شاء الله بقضاء الحوائج، شفاء المرضى وقضاء الحوائج بحق محمد وآل محمد، للجميع شيعة أمير المؤمنين محبي أهل البيت. حمزة من كربلاء، سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. نعم. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا هاني بن عروه. السلام عليك يا ميثم التمار. السلام عليك يا مختار الفقزي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل عباس خمر عشيره. السلام على السيده زينب ام المصائب زينب، سلام الله عليها. اللهم شافي وعافي كل مريض، امين، واقضي حاجه كل محتاج، امين يا رب العالمين يا الله. اللهم ارزق لنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الاخره، يا وديا عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم عجل لي وليك الفرج يا الله، اللهم عجل لي وليك الفرج، على ولايه علي بن ابي طالب، الله يتقبل اعمالكم، الله يحفظكم يسلمكم. عندي اسماء ممكن تسجل الاستاذ، انت نسجل اسام، كوثر، زهراء، عباس، سين، ام منهل وابو منهل، ام حسن وابو حسن. شكرا استاذ، اللهم يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم، الله يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم، يرحم موتاكم. الاخت منار من واسط، سلام عليكم. اخت منار تسمعيني؟ اخت منار هذه المره الثانيه تواصلون ويانا، الصوت مو واضح، جزاكم الله خير ان اذا قدرتوا تواصلون ويانا والصوت يكون واضح بخدمتكم، اذا ما قدرتوا ان شاء الله نوب عنكم بالزياره وندعي لكم ان شاء الله بقضاء الحوائج وشفاء المرضى. جميع الاخوه والاخوات اللي يتابعونا من شاشه قناه كربلاء الفضائيه ان شاء الله مشمولين بالزياره والدعاء باذن الله تعالى، واحنا من جوار مسلم بن عقيل باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، من هذا المكان المبارك مسجد كوفه المعظم، هذه الليالي العظيمه المباركه ليالي رمضان، واحنا ان شاء الله نقترب من ايام العيد، ان شاء الله ايام فرح وسرور وخير وبركه لكل الصائمين اللي صاموا شهر رمضان واللي أدوا العبادات واللي قضوا الليالي بالدعاء والسهر وبأداء الصلاة. إن شاء الله الأيام القادمة أيام تكون مملوءة بالخير والبركة. طالب من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى ميثم التمار، السلام عليك وعلى المختار الفقهي ورحمه الله وبركاته. زيارتي نيابه عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. الله يتقبل منكم. الاحياء منهم والاموات. وخصوصا من لم يستطع المتابعه والاتصال. شيعه امير المؤمنين جميعا احياء واموات. وعن قواتنا المسلحه الجيش والشرطه والحزب الشعبي، اللهم ربحهم بعينك التي لا بالدعاء حق محمد والدك. لهم حق علينا. سماعتكم مباركه. الله يحفظكم وبركه دعواتكم. استاذ علي رحمه الله والديك، سجل لي اسم جنه معصومه، الله يطول عمرك يا طيب. خدمتكم. سجل الاسماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قضى الله حوائجكم. سجاد من ديالى، سلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين يا مسلم بن عقيل. الله يحييكم أخ سجاد. تقبل أعمالكم. الله يوفقك، الله يسلمك. الله يتقبل أعمالكم ودعواتكم إن شاء الله بحق مولاي مسلم بن عقيل باب الحواج إلى الله. الجميع إن شاء الله، الله يحفظكم، الله يرعاكم. الله. سفير الحسين مسلم بن عقيل، السلام على هاني، السلام على المختار. أحسنتم وجدتم، الله يتقبل أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله واصلة. حق الجميع إن شاء الله الحواج. الله يحفظكم يقضي حواجكم للدنيا والآخرة إن شاء الله، شفاء المرضى. نوب عنكم الزيارة بإذن الله تعالى. شيعة أمير المؤمنين هذه البرامج الحلوة إن شاء الله برمضان، رحم الله والديكم. الله يسلمكم، بركة دعواتكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. نسأل الله القبول، صحة وعافية، صحة وعافية إن شاء الله. لنا ولكم شوي، حجيتي مريضة والله، الحجية مسجلة. الله يشافيها، الله يشافيها، الله يشافيها ويعافيها إن شاء الله جميع المرضى. أخوي أبو علاء والله مريض، أخوي أبو علاء يا الله، بحق محمد وآل محمد، بحق مسلم بن عقيل باب الحواج إلى الله، شافي وعافي مرضاكم إن شاء الله. ننوب عنكم بالزيارة إن شاء الله، ندعي لكم بشفاء المرضى. هذا الشهر العظيم، الشهر العظيم عند الله، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم، يتقبل أعمالكم، يختم لكم الشهر المبارك بالخير والبركة إن شاء الله، بالمغفرة والرحمة. بلدة الكوفة سلها، بلدة الكوفة سلها عن مواقف بطلها، مسلم المات الزلزل تشهد بحق كلها. قال مسلم وجوده شرف أرضي وحياني، واصبحت لجلة تنذار شربتي وعالي شاني. سنت سنت. قال مسلم وجوده التسل أن أحسنت، طيب الأنفاسك. رحم الله والديك. الله يحفظكم ويتقبل منكم إن شاء الله، الله يسلمكم خدام أهل البيت سلام الله عليهم. أبو أحمد من نينوى سلام عليكم. أبو أحمد انقطع اتصاله وإن شاء الله ننوب عنه بالزيارة وبالدعاء، الله يقضي حوائجكم جميعا. الإخوة اللي تواصلون ويانا إن شاء الله لهم الثواب العظيم، واللي ما يتمكنون أو اللي انقطع الاتصال إن شاء الله نزور بالنيابة عنهم وندعي لهم بالخير والبركة، قبول الأعمال، قضاء الحوائج، شفاء المرضى بحق محمد وآل محمد، ليا سيما سيدي ومولاي مسلم بن عقيل. وإحنا هذا المكان المبارك وهذه الليالي المباركة وهذا الشهر العظيم ندعو إلى الباري عز وجل نتقبل أعمال الجميع، شافي المرضى، شيعة أمير المؤمنين. الإخوة الأخوات أنا أشكرهم حقيقة من يدعون شيعة أمير المؤمنين ويخصون بالذكر القوات المسلحة أبطال الحشد الشعبي اللي لهم فضل علينا جميعا، فضل الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله. أخوتنا وأحبتنا لهم حق علينا، ندعي لهم. نعم عندنا اتصال، أم أركان من الحلة سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام على عمه الحسين، السلام على عمه الحسن، السلام على جدهم رسول الله، السلام على جدهم أمير المؤمنين، السلام على جدتهم فاطمة الزهراء، السلام على خديجة الكبرى، السلام على فاطمة بنت أسد. إن شاء الله يشافي كل مريض وأسلم من عرضهم، شافي مرضاكم. بلى زحمة سجل لنا الأسماء. بالي مسجل. أدنى زوجي أبو أركان مريض. أبو أركان الله يشافيه. الله يسلمك. وأدنى بنتي مي الله يقضي حوائجها إن شاء الله وينجحها. إن شاء الله الخير والبركة والنجاح. وأدنى أولادي إن شاء الله ستة، أركان وغزوان ونبيل وماهر ورامي ومحمد وأزواجهم. الله يقضي حوائجكم جميعا. الله يقضي حوائجكم جميعا. واختي نوال ام سامر ان شاء الله يعطيها صحه وعافيه. صحه وعافيه للجميع، شفاء المرضى، قضاء الحوائج بحق هذه الليالي المباركه. صحه وعافيه ان شاء الله. الله يطول عمركم. سفير الحسين. سلام الله عليه، شاكر فضلكم، الله يحفظكم. ام عماد من بغداد سلام عليكم. ام عماد تسمعيني؟ ويانا على الخط؟ أم عماد من بغداد سلام عليكم. أم عماد سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مرداك.
يا سفير الحسين، السلام عليك يا أول شهيد معركة الطب، السلام عليك وعلى الأرواح في ثنائكم، سلاما مني أبدا ما بقيت وما بقيت ولا تجعلوا آخر العهد. آمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى ميسم الشمار، السلام عليك وعلى المختار الثقفي، السلام عليك يا سيدي يا مولاي. ما بعد أسمع يوم ما أريدك تسجل باسم أم عماد وأولادها مريرة آني. أم عماد إن شاء الله ما قاعدة نسمعك، نسمع صوتك يعني الله يحفظكم إن شاء الله، النوب عنكم بلي نسمعكم، نسمعكم أم عماد وأولادها ومشكورين على الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله بالنيابة عنكم أداء الزيارة، أسعد الله أيامكم، يعود عليكم بالخير والبركة والفرح والسرور، وعليكم السلام، الله يتقبل أعمالكم، الله يسلمكم يحفظكم، أنت طيبة الله يحفظكم الطيب منكم إن شاء الله، الله يسلمكم، ربي يسلمكم يا عماد، نسمعكم إن شاء الله نوب عنكم بالزيارة وبالدعاء، الله يقضي حوائجكم في أمان الله وحفظه، الله يحفظكم إن شاء الله، على رأس على راس صار خدمتكم يقضي حوائجكم ان شاء الله. ام عماد الله يسلمكم، الله يقضي حوائج الجميع ان شاء الله. الاخوه الاخوات اللي يسالون لنا الدعاء ان شاء الله نؤدي الزياره بالنيابه عنهم، ومثل ما وعدناكم ان شاء الله مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه المتابعين لنا جميعا اداء زياره سيدي ومولاي مسلم العقيل بنهايه الحلقه، والدعاء لكم جميعا بقضاء الحوائج، وهذه ليالي مباركه لا تنسونا من دعواتكم. الأخوة والأخوات اللي يتواصلون ويانا ويندعوا لنا موفقين لكل خير، وإحنا ببركة دعواتكم إن شاء الله نستمر بهذه الخدمة اللي نسأل من الباري عز وجل أنه يتقبل من عندنا هذا القليل نقدمه في خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الكادر اللي يبذل جهود مباركة إن شاء الله لتأمين هذه اللقطات والزيارات. عندنا اتصال، أم علي من بغداد، سلام عليكم. عليكم أم علي تسمعيني؟ أي أقول معك. هلو. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى على ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هلو. نسمعكم نسمعكم، استرسلوا بالكلام. سلام نعم. الله عليك. نسمعكم. نسمعكم. الله يتقبل حوائجكم. سلام الله على السيدة زينب. تقبل أعمالكم وتقبل حوائجكم إن شاء الله. أم علي نسمعكم نسمعكم. اسمعيني من التليفون، الله يحفظكم ويرعاكم، اسمعيني من التليفون. صوتكم واضح واصل، صوتكم واضح وواصل يمنا إن شاء الله. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله أم علي. نعم نعم. الزيارة والدعاء لكم أم علي من بغداد إن شاء الله ويقضي حوائجكم. الأخوة والأخوات اللي يتواصلون ويانا الرجاء أنه يسمعونا من التليفون لا من التلفزيون، ابتعدون عن التلفزيون لأن أكو فرق بالصوت ما بين التليفون والتلفزيون، ثواني معدودة ما بين 8 إلى 10 ثواني، فاللي يتواصلون ويانا إن شاء الله عبر الأرقام يسمعونا من التليفون. أبو أحمد من نينوى وسلام عليكم. سلام عليكم سلطان العزيز. الله يسلمكم يا عزيز، يا يحفظكم الله. الله يتقبل أعمالكم. يتقبل السلام أعمالكم. على السفير السلام الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. العقيل ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليه. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته وشفاعة النبي الأعظم آمين. وأمير المؤمنين والسيدة الزهراء والإمام الحسن والإمام آمين الحسين. يا رب العالمين. شفاعته في الآخرة، عندما سقط أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة قال للحسنان احملوني إلى الدار، وإذا بالحسن والحسين حمل أمير المؤمنين، وما أن خرج من المسجد وصل إلى بيت أمير المؤمنين السيدة زينب كانت واقفة عند الباب، قال أمير المؤمنين بني حسن بني حسين أنزل أمير، قال يا أبا لماذا؟ قال أما ترون أختكم الحوراء زينب تنظر إلينا، وإذا بالحوراء زينب تقول الشاعر ياكم منين، وإذا بالحسن حسين قال أخويا زينب زيد الولين، هذا بوج حيدر والراس الصين، ابو الحسن وحسين
الماء ماما تم الصيامة ولف العيد أولاد ظلوه يتامى. طيب الله أنفاسكم، الله يتقبل منكم ان شاء الله. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الاخره. شفاعتهم في الاخره. الله يتقبل اعمالكم. شفاعه وزياره في الدنيا والاخره ان شاء الله. الله يحفظكم يتقبل اعمالكم. ابو احمد من نينوى كان ويانا، وهذه الخدمه ان شاء الله مقبوله، وهذه الابيات في حق اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما سيدي مولاي امير المؤمنين بمصاب امير المؤمنين. مرت علينا المناسبه الاليمه، ومحبي اهل البيت احيوا هذه الايام. أم أحمد من واسط، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجدود أنا مجدود. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيد ولا يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم العقيل وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام على هاني بن عروة. السلام على ميثم التمار. السلام على المختار السخفي. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك يا مطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. السلام على سيدي مولاي. السلام على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الف الصلاه والسلام. شهيد المحارب. السلام عليك يا سيدي الله يشرف حماك دنيا واخره. يا حبيبي ادعو ربك. اللهم عجل لك الفرج. اللهم عجل لي وليك الفرج. اي والله على ان شاء الله يعجل فرج محمد وال محمد. فرج شيعة امير المؤمنين. بعيده ونراه قريبه برحمتك يا ارحم الراحمين. قريبه ان شاء الله بحق محمد وال ان شاء الله ان شاء الله. اللهم تقبل طاعات وطاعاتكم طاعة جميع الطاعات. امين يا رب العالمين. هذه الايام المباركه. اصيامنا مقبول عندك يا الله. يا الله. اللهم ان كنت لم تغفر لنا فيما مضى فاغفر لنا فيما بقى بحق الحسين الشهيد بحق علي بن ابي طالب. السلام الله. السلام على مسجد الكوفه. اللهم ارزقنا زيارتكم في الدنيا وشفاعتكم. امين يا رب العالمين. امين امين. الله يتقبل اعمالكم. الله ام احمد ان شاء الله يوفقكم يا قاضي قناه كربلاء. يوفقكم ان شاء الله يحفظكم ويتقبل اعمالكم. وسجل اسماءنا يم مثل العقيل للشفاء جميع المرضى واحنا من معاهم. الله يحفظكم يسلمكم ندعي لكم بالشفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين من بابل، سلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. أخي أطلب منك طلب. خدمتكم اسمعكم. أطلب منك طلب بجاه سفير الحسين. سلام أنا مريض وتكتب لي ورقة وتبها. خدمتكم الحسين. إن شاء الله هالورقة بيدي. الاسماء الاسماء اللي تواصلون ويانا نسجلها ونخليها بالشباك ونزور عن بالنيابه عنكم وندعي لكم بقضاء الحوائج شفاء المرضى. الله يقضي حاجتك ويمن عليك بالعافيه والصحه والسلامه ان شاء الله حق مسلم من عقيل باب الحوائج الى الله. الله يحفظكم محسين. الله يسلمكم خدمتكم تتدللون ان شاء الله. الله يسلم. نعم شفاء المرضى للجميع ان شاء الله. نعم الأخوة والأخوات اللي يتواصلون ويانا جميع الناس عندهم حوائج كثيرة ومرضى. الله يمن عليهم الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد حق سيدي مولاي مسلم العقيل. باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. أبواب الفرج هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أبواب الله هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بحقهم عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المرضى عاجلا وليس آجلا. وهذه الليالي المباركة أيام استجابة الدعاء، أيام خير وبركة. الله يختم لنا ولكم إن شاء الله في يوم العيد بالمغفرة والرحمة. السيد مهدي من إيران، سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا عان بن عروة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ادعونا وياكم عبد المليم. وإن شاء الله بدعمكم الشفاء. يا الله. بحق محمد وآل محمد. بحق سيدي مولاي مسلم العقيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد مهدي العزيز من إيران إن شاء الله نأدي زيارة بالنيابة عنكم وندعو لكم بقضاء الحوائج وشفاء المرضى بحق محمد وآل محمد.
حق سيدي مولاي مسلم بن عقيل باب الحواجي لله سبحانه وتعالى. واحنا وياكم ان شاء الله ندعو الجميع دعواتنا لجميع المرضى شيعة امير المؤمنين لقضاء الحوائج باذن الله تعالى. الله يحفظكم خدمتكم ان شاء الله. الله يسلمكم. نعم هذا البرنامج مستمر ان شاء الله مشاهدين الكرام من مسجد الكوفة المعظم كل يوم اثنين ان شاء الله ما عدا اول اثنين من الشهر انتقال الى مراقد اخرى. وهذا البرنامج بخدمة شيعة امير المؤمنين ان شاء الله في اداء الزيارة والطلب من الله سبحانه وتعالى بحق سيدي مولانا مسلم بن عقيل لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ونيل البركة والشفاعة من اهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وهم ابواب الله الى ابواب الله المفتوحة ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى يمنع الجميع بحقهم بالشفاء وقضاء الحوائج. أهل البيت صلى الله وسلم عليهم أكدوا علينا بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد لأنهم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ابتغاء الوسيلة مطلوبة من الجميع شيعة أمير المؤمنين الذين لهم العقيدة بأهل البيت صلى الله وسلم عليهم يدعون الباري عز وجل على الدوام بحقهم عنده. أم علاء سلام عليكم. أم علاء من بغداد. السلام عليك. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على علي أبو الحسن. السلام على السيدة الزهراء سيدتي ومولاتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الفضل العباس قمر العسل. السلام على الحوراء زينب. الله بحق محمد وآل محمد. اللهم شافي كل من مريض وشافينا يا مولاي صحة يا الله وعافية. صحة وعافية إن شاء الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي كل من مريض يا آمين. الله بحق محمد وآل محمد. آمين اللهم يا رب العالمين. شافينا وعافينا بحق هاي الأيام المباركة. ليالي مباركة. اللهم اجعلنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك يا مولاي يا سيدي يا مولاي. اللهم بحق حميدة ستر وعافية بحق محمد وآل محمد ستر وعافية وشفاء بنيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن أخواني وليداتي وبنياتي وزوجي صحة وعافية بالصحة والعافية. سجلهم على وعيالهم ما الله واديك. الله يحفظكم. ما الله واديك. الله يخلي حوالك. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. الله يخلي حوائجكم أم علاء إن شاء الله نأدي زيارة بالنيابة عنكم وندعو لكم الخير والبركة وقضاء الحوائج شفاء المرضى عنكم وعن أهاليكم ومتعلقيكم إن شاء الله جميعا. وهذه الأيام إن شاء الله أيام خير وبركة مثل ما ذكرنا. وهذه الأماكن أماكن استجابة الدعاء لا سيما مسجد الكوفة ومرقد سيدي ومولاي مسلم بن عقيل. المحبين لأهل البيت يتوافدون إلى هذا المكان. نسأل الله عز وجل يرزقكم جميعا زيارة مسجد الكوفة ومرقد سيدي ومولاي مسلم العقيل. أم زهراء من بغداد سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم العقيل. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا أبو عبد الله يا سفير الحسين. أختم حديث بالحسين ومهمة الحسين. السلام الله على الحسين. إذا افتقد حاجتي بحق الحسين بحق زينب بحق رقي عنده حاجة يا أخويا مستحصية وبجاه مسلم نعقل. الله سهل أموركم. بجاه مسلم نعقل يخلصنا من المشاكل ويخلص يقضى حاجتي بجاه بجاه وبجاه ظليمته وبجاه مصيرته وبجاه الحسين بحق ظلامة الحسين. أي والله بحق دم الحسين وأصحاب الحسين ناسيا سيدي مولاي مسلم بن عقيل. جاهك يا أبا عبد الله يا الله أخويا ما نريدك وصلي لك حسين مسلم يا عقيل وتطلب الحاجة بالنيابة عن الجميع إن شاء الله وتخلصهم من المشاكل وابتلاء الدين. يا الله يا الله بحق محمد محمد بحق سيدي مولاي مسلم بن عقيل يقضي حوائجكم إن شاء الله. أم ماجد من بابل سلام عليكم. سلام. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. نسمعكم ماجد. الله يحفظكم ويرعاكم يتقبل أعمالكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا حافظ العروة. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الحسين وأولاد الحسين. السلام على فاطمة الزهراء.
السلام على أمير المؤمنين سيدي ومولاي أبو الحسن علي سلام الله عليه. نرجوكم الدعاء، نرجوكم الدعاء لأولادي. الله يحفظكم يقضي حوائجكم. لأولادي والدعاء للكادر بعد عيونه الله يخليكم. الله يسلمكم. الله. شكرا 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 دعواتكم. الله يحفظكم. ننوب عنكم إن شاء الله بالزيارة والدعاء بجوار سيدي ومولاي مسلم العقيل صلوات الله وسلامه عليه. باب الحوائج إلى الله، وهذه الأيام المباركة والشهر الفضيل بحق هذا الشهر المبارك بحق هذا المرقد الطاهر إن شاء الله قضاء الحوائج للجميع. الله يحفظكم يسلمكم. نعم وقت الاتصال شارف على الانتهاء. إن شاء الله نقرأ زيارة سيدي ومولاي مسلم العقيل بالنيابة عن جميع من التواصل ويانا ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية وشيعة أمير المؤمنين، زيارة سيدي ومولاي مسلم بن عقيل، وبعد ذلك الدعاء للجميع بقضاء الحوائج وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم العقيل يا سفير الحسين يا باب الحوائج إلى الله. مشاهدينا الكرام، نطلب من الباري عز وجل بحق سيدي ومولاي مسلم العقيل أن يقضي حوائج المحتاجين، يشافي المرضى، يرحم الموتى. من سألنا الدعاء استجاب الله دعواتكم إن شاء الله وقضى الله حوائجكم ومتعلقيكم. ملتقانا إن شاء الله في أسابيع قادمة وبرنامج يا سفير الحسين. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في مكتب النجف الأشرف. نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شدوا الرحال إلى الطيب والطهر والابتهال إلى كوفة الخير. شدوا الرحال إلى الطيب والطهر والابتهال. هنا الشمس تطلع من مشرقين بأفق عالٍ وفجر الحسين
هنا الشمس تطلع من مشرقين بأفق علي وفجر الحسين، بهم يبلغ المجد حد الكمال إلى كوفة الخير شد الرحال، إلى كوفة الخير شد الرحال. سلام على مهبط الأنبياء على تربة باركتها السماء، سلام على مهبط الأنبياء على تربة باركتها السماء، شعاع من النور يتلوه نور بجود نوح وأنحاء طور، أقام على جانبي الجلال إلى كوفة الخير شد الرحال، إلى كوفة الخير شد الرحال. من الأرض هذه ارتضى علي وشرفها بالولاء الباهي، من الأرض هذه ارتضاها علي وشرفها بالولاء الباهي، وشاد لها مسلم بالدم صروحا من الشرف الأعظم، وشاد لها مسلم بالدم صروحا من الشرف الأعظم، فأي علا بعد هذا ينال إلى كوفة الخير شد الرحال، إلى كوفة الخير شد الرحال. قف في كوفة الخير واستقبلي بيارق من أحمد تعتالي، قف في كوفة الخير واستقبلي بيارق من أحمد تعتالي، بكف ابن فاطمة.